السيدة والسادة علماء الكليات ومدير المعهد، السيد المجاهد محمد بن سليمان، السيد مدير المجاهدين ودعم العقول في ولاية الشرف، السيد مدير الشباب والرياضة في ولاية الشرف، السيد مدير التربية في ولاية الشرف. نرحب كذلك بالسيد رئيس مجلس الشعب البلدي لبلدية أولاد فارس، السادة النواب رئيس مجلس الشعب البلدي لبلدية أولاد فارس، والسيد رئيس المنظمة الوطنية للمجاهدين في ولاية الشرف، مرحبا بكم، رئيس المنظمة الولائية لأبناء المجاهدين في ولاية الشرف، والسيد المحافظ الولائي وهو المكتب الوطني للمدراء للكشافة الإسلامية في الجزائر، القنوات القضائية والنوادي وكافة الهيئات المعتمدة بالجامعة وكافة الأسرة الجامعية للطلبة والأساتذة والموظفين. إذن أحبتي في الله، أرحب بكم كل من التحق بنا اللحظة، حلمت أهلا ونسبت سهلا وراغت الدنيا وأنفسنا، رغيفنا ونصوفنا تجدنا نحن الخيوف وأنت رب المنزل. وخير ما نبتدئ به حفلة هذا بآيات بينات من الذكر الحكيم يدلون على مسامعنا فضيلة القارئ، فضيلة القارئ أسامة فليتفضل مشكورا. يا ربنا
رمضان حرف الغربين أدعوكم أيها السيدات والسادة الحضور لأداء السلام الوطني. هذه الموازين ودعوا المطلق ندخله للشعب الجغرافي تدجيلا. إذا أيها السيدات والسادة الحضور في البداية نطلب من السيد مدير الجامعة الحسين الغربي الأستاذ الدكتور الغربي أن يصل علينا شكرا لك على الدور
وجه
ندير نديرو في الدم قاعدين على المركب وقاعد قاعدين اللي رايا في دمنا ومعاك الجبهة وقاعد كذا الدم وفي ما الدم قاعدين يقتلوا الإسرائيل فرنسا كلها فرنسا كلها كلها فرنسا كانوا في جاد ومن أنا في المركبة في الدنيا لا إذا وجدت فيها فرنسا Thank you.
تلاميذه محمد حسن مشرف تبرع على فن المستعار الجزائر 2013 من 367 صفحه اطلعوا عليها واطلعوا على تاريخ هؤلاء الرجال الذين يرفعون اليوم هامتها. وشكرا لكل من كان وفيا وسعى ووقف قدما وساق في سبيل انجاح هذا الحفل البهيج الذي يمتلئ بنفاتكم المنيره به من الله عز وجل. المجد والدرود لشهدائنا الابرار، المجد والدرود لشهدائنا الابرار، بلد المليون ونصف مليون شهيد. والان يقولون من السحر الى بيان ومن الشعر الى حكمه. هذه الاتفاقيات التي وقعت فيها التاريخ
من
الحكومه الفرنسيه، لكن ستستأنف هذه المفاوضات في مايو 1964 بعد احداث تسببت فيها الثوره طبعا، منها مظاهرات ديسمبر 1960. هذه المفاوضات التي اعطت سببا ودعما لاستمراريه الثوره، وحتى جعلت الجمعيه العامه المتحده في دورتها المنعقده في ديسمبر 1960 تعترف بحق الجزائر في تبعي مصير وشرعيه جبهه التحرير. الاكثر من ذلك ان هذه المظاهرات كذلك عبرت عن مدى تلاحم الشعب الجزائري مع قضيته وهي الاستقلال دون قيد الاخر. فاقول ان حتى لما نتكلم عن الراي العام العالمي الاعلامي خاصه ان تو جريده الايكونوميست اللي جريده المانيا اللي تزال تصدر الان ونشوفها حتى في الاحداث الاخيره بين روسيا واوكرانيا ينظر بهذه الجريده بعض ردود البيع. على كل تتحدث عن الذين سقطوا في مظاهرات ديسمبر، يعني العدد طبعا اختلفت الاراء حول العدد ما بين الطرف الجزائري والطرف الفرنسي ايا كان العدد، فان هذه الجريده تقول ان العشرات الذين سقطوا في هذه الاحداث كان لهم اكثر عن ربما الالاف الذين سقطوا اثناء الثوره، ليس تنقيصا من العمل الذي قام به المجاهدين خلال السنوات السابقه، ولكن هذه الاخيره نظرا للاثر الذي تركته على مصير الارض الجزائريه كان هكذا هو تعبير هذه الجريده البريطانيه. طبعا الامور تستهدف المفاوضات في مايو 61 بعد ايضا ما حدث في فرنسا. في فرنسا في ابريل 1960 وقع الانقلاب قاده جنرالات الجيش الفرنسي، نفس الجنرالات الذين قاموا بالانقلاب او احضروا ضد السلطه في 1960 هم الذين ايضا قاموا بهذا الانقلاب ضد دوكور. لماذا؟ لانه في نظرهم اصبح يميل الى مصلحه الجزائريين. وطبعا هذا الحدث، هذا الانقلاب الذي وقع انذاك كاد ان يعصف بالمهنه السياسيه والعسكريه لفرنسا، مما جعلت الامبراطور يقول ما يحدث اصبح يهدد بالكفنة، ولذا يجب ان نعمل بجد. فتستهدف المفاوضات كما قلت في مايو 61 وتتوقف في جوان نفس العام. لماذا؟ لا دائما امام التعامل الفرنسي، لان فرنسا كما قلت كانت تحاول دائما ان تضع قيودا وشروطا من اجل هذا الاستقلال، ومن بين ما جرى ذلك ان فرنسا حاولت عزل فصل الصحراء الجزائريه باعتبار ان الصحراء قد تشرب البترول واصبحت مصدرا اقتصاديا مهما بالنسبه لفرنسا. حاولت ايضا فرنسا ان تدخل طرفا اخر يتحدث باسم الجزائريين ما سمي بالقوه الثالثه، وحاولت ايضا ان يعني تحدث شرخا في الوحده العرقيه للشعب الجزائري. وكما كان المقاومه الجزائري في المستوى وتمسك بمبادئ جبهه التحرير حول الوحده الترابيه والوحده العربيه والشعب الجزائري، وكذلك حول شرعيه جبهه التحرير باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الجزائري. ثم طبعا نصل فيما بعد الى المرحله النهائيه للمفاوضات على الديان. طبعا المفاوضات السابقه مفاوضات مايو 60 كانت مفاوضات الديان الاولى، لتاتي الجوله الاخرى من مفاوضات ايديان اللي كانت في 62 كما تبدا من مارس 62 وقيمه 12 مليون تصل الى بعد يعني بعد جهد جديد من طرف المفاوض الجزائري. استطاع الجزائريون ان يحصلوا في نهايه المطاف على الاتفاق من فرنسا حول توقيع اتفاقيه ايديان في 18 مارس 1962. طبعا فيها شروط، فيها شروط احتفظت فرنسا بفضائلها العسكريه، واحتفظت كذلك بمنطقه ربيان، واحتفظت بقاعده فرنسا الكبير وبشار وغيرها، لكن حققت الاهم، والاهم هو
اعتراف فرنسا باستقلال الجزائر بوقف اطلاق النار واستقلال الجزائر. طبعا هذا وقف اطلاق النار الذي بعد ذلك كلف او اسلم الامر الى لجنتين قامت بتنظيم الاستقلال الذي سيكون في اول جويلية 1900 في مسكين لتعلن نتائج جويلية وفي 5 جويلية طبعا تعلن عن استقلال الجزائر، وهكذا حقق الجزائر استقلالها. اذا نحن الان عندما نذكر هذه الاحداث نذكر غاية من ذلك وان ندرك ان ما وصل اليه وما وصلت اليه الثوره والفصيله لم يكن بالعمل السهل، كان هناك مجهودات جباره بذلها الجزائريون مثل ما قام يعني تقريبا بنفس المستوى الذي قام به المجاهدين والقوار في مواجهه فرنسا من الناحيه العسكريه. فالمفاوض الجزائري قام ايضا بالمجهود السياسي الذي اوصل الجزائر الى الاستقلال. لكن ايضا اقول اذا كنا اليوم نستذكر هذه المناسبه فالغايه والمغزى من وراء ذلك ان نستخلص العبره من ابائنا واجدادنا الذي ضحوا بانفسهم، وان نحافظ على هذه الامانه التي اودعها هؤلاء الينا. وطبعا الرساله هنا موجهه الى الجيل الجديد، ونتحدث هنا عن الطلبه باعتبارهم صفوه المجتمع، ونستند هنا الى قول الشيخ ابن باديس: يا نشر انت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، فخذ للحياه سلاحها وخذ الكتب ولا ذهب. طبعا هذه رساله موجهه الى جيل اليوم الى الليل اليوم، و حتى
يتساءل البعض من هو الشهيد؟ أو هناك كلمة من تصف الشهيد؟ أو يوجد هناك كلمة من تصف الشهيد؟ لا والله، ولكن إن تجرأ إحدى كلمات على وصفه فهو شمعة تنهك كلية سبابها الوطن، هو الذي يجعل من نظامه جسرا ليعبر الآخرون له كيف لنا أن ننسى شهداء الأبرار؟ لن ننسى من أراد للجزائر أن تكون فرنسية، لن ننسى من هدف باسم الجزائر عالية، لن ننسى من سفكت دماؤهم ولم يتوالوا لحظة بتحرير هذا الوطن، لن ننسى من كتبوا نشيد هذا الوطن بدمائهم. فالزنزانة تسرس لتشهد على الكلام، لن ننسى شهداء الأبرار وبدور الله سيحقق أهدافهم. إن شاء الله رب العالمين سيمتلك أمام الجزائر أمانة الاستقلال، فبفضلهم نحن وقيمهم، وبفضلهم أصبح علم الجزائر يرقل في سماء هذا الوطن وفي سماء بلادنا. فيا أهل الجزائر الحرام، شهداءنا الأبرار كلام المشعل الأمس، وأنتم أصبحتم المشعل اليوم، حافظوا على تراب هذا الوطن الذي قلت بدماء الشهداء منكم. سيكون مسؤولا عن الامن يوما ما، حافظوا على امن وسلامه هذا الوطن، ولتضرب بايدي من حديد لمن يزعزع الامن واستقرار هذا الوطن. منكم من سيكون مستابا يوما ما، الجزائر بحاجه ماسه الى ابنائها في المستقبل، ولتربوا ولتعلموا ولتحضروا اجيال الجزائر في المستقبل. فسواء كنتم مسؤولون في إطار سياسي أو رياضي أو اجتماعي أو ثقافي، كونوا قدر المسؤولية. فوالله لو ظلم أو سلب حق أو سالت دمعة من دموع أبناء الجزائر لن يسامحكم هؤلاء الأبطال، ولن يسامحكم الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ودامت الجزائر آمنة مستقلة مزدهرة، جزائر العزة والكرامة، هكذا سميت. فلا تجعلوا من أنفسكم أبلالا، فأبناء الجزائر أحرار وسيبقون أحرار وسيعقدون العزم أن تحيوا الجزائر. باسمه واسمه ونصبه، ونشكر المدير الفرحي للنشاطات الثقافيه والعلميه والرياضيه عصبه من الرجال وقفونا من الفوزاء في سبيل انتهاء شتى التظاهرات المقاده لهذا الصحيح الشامل. اذن وكوننا نخبه لا يتجسد الا احد يكون بنا دوره، نحدث كلمه الان الى السيد عبد الله بن زيدان. الى السيد عفوا، نعم، نمثل المبدأ الداخلي للجامعة عبد الله بن زياد، الرجل الغرور، هذا الرجل المناسب في مكانه المناسب، الذي نفض مشروعه بالتقاط كلمتين أو ما يزوده والدين لا تتحرك، انت تتساءل
نحس ونهتز ونفتخر أننا واحد من قبل. لما نقول؟ ماذا يريد أن يقول؟ أقول لكم لقد طهر يقينهم، إنه يقين الوطن. وأن يتأكد من كلامي فليسأل عن إخواننا في فلسطين وإخواننا في ليبيا وفي كل بلاد المستضعفين. لهذه المناسبة باسم مصالح الأمن الداخلي لكم مني ولأسد السندك والشريس الأب المجاهد الرجل العظيم نعاهدك عبد الله، نحن على ما نسايرون بالنفس والنفيس أن نجد لنا ولدكم وبكم ولدكم لنا منا وإليكم باسم مديرنا وإطلاقه وأساتذته سئلت عن الجزائر وعدوها، قلت لهم عدوها فلن نقول لا تظلموني فقبلوني إن لم يقف، قلنا لهم نخرج له علماءنا وأساتذتنا في التعليم فقالوا لي إن لم يقف، قلت لهم إذا نسمعه نشيده، فقالوا لي إن لم يقف عن الاستماع فقد أخطأ ووصل إلى السطار. أقسم لكم وطلبكم بخير، سيصبح كالطفل الرضيع ختامه لن يختلف عن إبراهيم الخليل. لكم منا ومنهم ثلاث كلمات، الله يرحمه ويرحمكم. Thank you.
ما
هذه الصور شو هذا؟
شرفوا التلبس.